السلام عليكم. اليوم نتكلم على ملعب العلمة بولاية سطيف اللي راح مغلوق هذه مدة 3 سنوات. نشوف أنا الأرضية اللي ولات حرث يعني تاع فلاحية، ولات أرضية فلاحية. والله شيء مؤسف بعد ما كان هذا الملعب تاع العلمة أول ملعب في الجزائر ليتم تغطيته 100%. هذه مدة 3 سنوات، واللي الآن أصبح كما نشاهد، وهنا الصورة كيفه كان، يعني شيء مؤسف. المهم أنه في زيارة، كان فيه زيارة تاع الوالي تاع سطيف، واللي تعهد مع المسؤولين تاع الفريق تاع العلماء والجمعيات الرياضية باش هذا الملعب يعاود يحيا. وانا نعاود ناكد الارضيه تاع الميدان هذه لازم تكون مليحه على الاقل بالنسبه للشباب، يعني باش يجوا يدربوا. حتى ولو الفريق هبط المستويات السفلى، ولا الفريق ما كانش فريق كبير في العلمة ولا لفتره معينه، فالملعب ما عندوش علاقه. الملعب يبقى، لازم يبقى يمد الخدمه تاعو للشباب. إلا مش قادرين يعني يديروا يعني بلوز تاع طبيعيه تاع العشب طبيعي، يا خويا يديروا طارتون صاي، يديروا عشب اصطناعي وصاي ويتهناو، لكن ما يخلوش هكذا الاخر. وكذلك الكراسي ثم الكراسي، ان شاء الله يكون فيها خير. والسلام عليكم.